السلام عليكم يا أحلى متتبعات قناة مريم كنزائيس، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة اقتصادية ورائعة. أكيد غادي تجربوها وغادي تدعوا معايا. هذا الوصفة ديال البريوش كيخرج كمية كبيرة، زائد أنه ما فيهش البيض نهائيا، حد الأصفار البيض باش غادي تدهنوا البريوش من الفوق فقط، ما فيش البيض نهائيا في العجين. اقتصادي جد اقتصادي، كيجي لذيذ 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 وقطني صراحة. وصفة ناجحة 100%. نتمنى الفيديو يعجبكم، تبعوه من الأول حتى الأخر، فيه شي أسرار باش ينجح معكم البريوش، زائد أنه صراحة ناجح ولذيذ لذيذ، أي وحدة بإمكانه ينجح معها. نتمنى الفيديو يعجبكم وتفرجوا فيه من الأول للآخر ودوزوا معايا المقادير إن شاء الله. غادي نبداو المقادير إن شاء الله على بركة الله. غادي نحتاجوا، يعني المقادير سهلة سهلة بسيطة، غادي نحتاجوا 800 غرام ديال الدقيق، يعني الدقيق ممتاز الحلويات، كاسة العنبة ديال الزيت، كاسة العنبة سنيدة، بإمكانكم تزيدوا الحلاوة، معلقة عامرة مزيان ديال الملح كما كتشوفوا، الزبدة غادي نديرو جوج معالق كبار ديال الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، كتكون هاد الزبدة ديال البواطة هي اللي كتكون مزيانة وكتجي سهلة في الخدمة، ما غاديش تمحنكم في الخدمة. جوج معالق عامرين بهذه الطريقة ديال الزبدة تلحك، يعني أي ماركة بغيتو. زائد غادي نحتاجو خمارة، تحتاجو الكمية اللي بغيتو، إلا بغيتو تخمر لكم دغيا غادي ديرو ساشية كاملة، ما بغيتوش تخمر لكم دغيا غديرو النص ديالها. زائد أنا درت جوج ساشيات إما الفاني وإما ساشيات تاع السكر ديال ماء الزهر، كاس حليب دافي ديال العنبة. هنا غادي نحتاج جوج كيسان حتى لثلاثة ديال المدافي فقط، هادو هما المقادير، ما فيهم شي حاجة البنات، سهلين واقتصاديين، والبريوش اللي كيخرج لكم لذيذ وناجح، يعني راه اقتصاديين راه ما فيهم شي حاجة، يعني هاد المكونات كلهم عندكم في البيت. غادي نبداو كما كتشوفوا، كنشدو زلافة قصريف صلاديه اللي كاين في الدار، كديروا السكر سنيده وكديروا معاها الخميره، انا درت غير معلقه صغيره لان ما بغيتش تخمر ليا دغيا، بغيت نطيبها في الليل. كما كتشوفوا البنات غادي نضيف دوك الساشيات تاع ماء الزهر، نتوما نكهوا باللي بغيتوا، بقشوره الليمون، قشوره الحامض، بالفاني، باي منكه عندكم. بالنسبه للحليب دافي ضروري كنكونتروليو الحليب ما يكونش سخون بزاف، لانه الا كان سخون بزاف كيقتل الخميره، ما كتبقاش تخمر، صافي ما كيبقى حتى شي تفاعل، يعني ما غاديش تخمر لكم البريوش، خاص يكون دافي. كنحركو مزيان بهذه الطريقه، هاد البريوش البنات راه غزال غزال غزال، غير جربوا غادي ينجح معكم، واقتصادي وشي حاجه اللي هي همويه. غادي نضيف عليه جوج كيسان الماء ديال المدافي، كما كتشوفوا راني دائما كنكونترولي الماء واش دافي، يعني ما خصوش يكون سخون، صافي غير جوج كيسان ديال الماء فقط. كنستمر في التحريك، ضروري ديك السكر سنيده خاصها تذوب، يعني ما خصناش نجمعوا العجين والسكر سنيده مازال ما ذابتش مع هذوك السوائل. كنضيفوا الزيت، كاس ديال العنبه، كنستمروا في التحريك دائم. هلي دابا كنضيفوا الملح، لان الملح كنضيفها هي الاخرى على السوائل، ما كنضيفهاش على الخميره، حتى كتذوب الخميره وكتفاعل شويه عاده كنضيفوا عليها الملحه. هلي دابا غادي نبداو نضيفوا في الدقيق بشوي بشوي حتى نكملوا الكميه ديال الدقيق اللي عندنا، او حتى نجمعوا الخليط بالدقيق، الا تخص زيدوا، المهم السوائل هما هذوك. بالنسبه للدقيق فالدقيق دائما كيبقى على حسب الخليط،
ماشي بحال الحلوه كيكونوا فيها مقادير مضبوطه، البريوش لا كتستمروا في التحريك بحال هكا حتى كيتجمع العجين. هاد العجين ما كيدلكش، المرحله ديال الدلي كتكون مع الزبده، ملي كتدخلوا الزبده عاد ديك الساعات كندخلوا الزبده وكندلكوا. اما دابا كاين غادي غير نجمعوا الخليط فقط، وتكون العجينه شويه شاده في راسها، ما تكونش مرخيه، تكون بحال العجينه ديال الخبز. كنستمروا بحال هكا حتى كنكملوا الدقيق اللي عندنا ولا حتى كنجمعوا الخليط. كما كتشوفوا هاني جمعت العجينه، دابا غادي نبدا ندخل فيها الزبده. انا سرعت لكم هذه المرحله باش تشوفوا النتيجه، باش من عذروني البوطاجي صغير، الكوزينه صغيره وما كاينش فين نخدم، ولكن الله غالب كما سبق وقلت لكم وكما نتوما راكم عارفين بانه غير ديور الكرا ومؤقت، سكن مؤقت غير مخيمين فيها. المهم كنبداو ندخلوا في الزبده بهذه الطريقه حتى كتجمع العجينه وكتشرب الزبده مزيان. في الاول غادي تجيكم بحال جرات، ما تخافوش منها، غير بقاو كتخدموا في العجينه. علاش انايا في المونتاج ما قطعتش لكم هذه المرحله؟ باش ما تخافوش، باش ما تزيدوش الدقيق نهائيا ملي تشوفوا العجينه طرخات معاكم، ما تزيدوش الدقيق، كتبقاو كتستمروا في الدليك بهذه الطريقه حتى كتشوفوا بانه العجينه صافي شربات ديك الزبده كامله. كما كتشوفوا ها هي راه ما بقاتش جاريه ملي خليتها خمرات واحد نص ساعه ديال المكانه، ومن بعد غادي نقسمها على جوج. ها جات زوينه رطبه في تيه غزاله. غادي نخرج منها جوج الانواع ديال البريوش، غادي نخرج منها الشنيك، بريوش شنيك، وغادي نخرج منها وحده لا توغساد. بديت كنبسط فيها بهذه الطريقه، راه شاده في راسها، راه ما مرخي ما دايره، زوينه كتعطي الطوع. بالنسبه للافارس بامكانكم ديروا لا كريم باتيسيير، او بامكانكم ديروا نوتيلا، او لا بامكانكم ديروا اي كريمه. انا درت لا كريم باتيسيير ولكن درتها شاده في راسها، ما بداتش تكون سائله، جا مع راسها بحال هكا، وخليتها حتى بردات، ما درتها شويه سخونه باش ما ترخيش ليا العجينه، لان العجينه فيها الزبده، ولا درت على لا كريم باتيسيير سخونه صافي غادي تخسر ليا العجينه، ما غاديش تعطيني الطوع وما غاديش تخدم ليا مزيان. درت لا كريم باتيسيير، درت الزبيب، ودرت لي بيبيت دو شوكولا او لا حبيبات الشوكولا بهذه الطريقه. لا كريم باتيسيير انا درت البودره اللي كتكون جاهزه، بامكانكم تديروا لا كريم باتيسيير في البيت اللي كتحتاجوا فيها 3 ديال الصفار ديال البيض، وكتحتاجوا فيها 50 غرام ديال المايزينا، 50 غرام ديال السكر سنيده، السيترو ديال الحليب انا ما اظن، والفاني ساشيه تاع الفاني، وكتخدموا هادو من المقادير ديال لا كريم باتيسيير اللي كتصاوب في البيت. المهم كي كيجيو بحال هكا، وغادي نخليهم متفرقين لانهم غادي يخمروا وغادي يلصقوا مع بعضياتهم كما كتشوفوا. صراحه سهله سهله سهله، وكتخرجي كميه كبيره، لان هذا البلا اللي كتشوفوا الكبير راه غادي يجي كله عامر، يعني ملي غادي تخمر غادي تسرح، وملي تخمر ضروري كندهنوها بصفار ديال البيض. ما غندهنوهاش دابا، ندهنوها بصفار ديال البيض معاه الفاني، ساشيه تاع الفاني ولا قطيره ما تزهر ولا ساشيه تاع ما تزهر، باش يحيد لينا داك الزفار ديال البيض. غادي ندوزو للثانيه كما كتشوفوا، دهنتها بشويه تاع الزيت. انا سرعت لكم باش ما نقطع لكم حتى مرحله، العجينه انا هي اللي قطعت منها في المونتاج باش ما نطولش عليكم، باش ما يجيكمش الفيديو طويل. وهنايا ما قطعتش لكم المراحل باش تشوفوها كامله، غير سرعت باش حتى حاجه ما تزقلوها. لاحظتوا كنمشي حفيانه، كيلحق سخون رجليا وامل ليا، ما نكذبش عليكم في التمارة، كنزرب وكنعاود لحقاش عطى الله ما يدار مرونه. المهم انا درت في الكونفيتور، درت انا كونفيتور ديال لي فروي دو بوا، اولا ديرو ديال الفرامبواز ولا الفريز ولا اللي كاين اللي كاين البنات، ولا المشماش ولا اللي كاين الكونفيتور اللي كاين ديرو. انا درت حبيبات ديال الشوكولات، ودرت شي حبيبات بقاو ليا ديال الزبيب، وغادي دورتها جمعتها بهذه الطريقه، وغادي نقسمها من الوسط. وغادي نحاول نضفرها بهذه الطريقه، وغادي نحاول نضفرها. صافي ايه هكا،
دهنت الطبق غير بالزيت لان اصلا العجينه دايره. انا دورتها لان البلا عندي صغير، ولكن غادي نحول البلا من بعد، غادي نديرو في واحد البلا دائري وغادي نخليها تخمر مزيان. غادي تخمر واحد ساعتين تما كان حتى 3 تسوايع، خصها ضروري تخمر مزيان. كما كتشوفوا هي العجينه خمرات. هادو لي بغيوش خمروا، غادي ندير لهم الصفار ديال البيض مع شويه الفاني اولا شويه هذا شويه ديال ساشيه طعمه الزهر، ثم كيعطيو واحد النسمه زوينه. وغادي ندخلوا الفرن يطيب على حراره 180 درجه. من بعد ما طاب هالبريوش ديالنا خرج غزال محمر فنيون وزويون مفشفش ورطيطه البنات، غزال 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 مشهي. والبريوش الثاني كي قلت لكم درته في طبق دائري ودهنته بالكونفي، لا هذاك دهنته بالكراميل والكوك، وهذا خليته ما دهنتوش، درت فوق منه غير بيبي دو شوكولا وهو باقي سخون باش يدوبو. وجلديد لديد 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 البنات والله العظيم، جربوه وغادي تشوفوا جا مفشفش رطيطب وغزال. ما دوش لي على ظفاري بحال كنت رقدت الدجاج شرملته وما درتش اللي قالت، جا غزال 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 غزال. جربوها البنات وانا اكيده هاد الوصفه غادي تعجبكم، ماشي غتعجبكم غادي تحمقكم وغادي تكون معتمده عندكم، يكون البريوش اللي معتمد الوصفه المعتمده عندكم في البريوش. نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تحرمونيش من لايكاتكم واشتراكاتكم، والى اللقاء في فيديو جديد.